بس اللي بيزعلني انه نحن من وقت ما انعملت من 91 لليوم هي تقول صوت البسطاء والفقراء وان الوجع لا زال كما هو، يعني وكأنه في اشياء ما تغيرت، يبدو انه الموضوع يعني ما زلنا نحن بمكان ما نعاني. هي المعاناة عم ننقلها على خشبة المسرح اللي هي صوت الناس الضعفاء الفقراء البسطاء، اللي ان شاء الله نكون قدرنا ولو شوي انه نوصل صوتهم. بدنا نرحب بالفنان حازم زيدان معنا عبر ليالينا. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا. يعني اذا بدنا نقول لك اول شغله، هلك كنا عم ناخذ لقاء من الاستاذ ايمان وقال انه هو مو راضيان عن ادائك وما عجبه، بتصدق هذا الكلام؟ لا والله ما بصدق، لاني بعرفه ما بخلينا نطلع على الخشبه اذا ما كان راضيان على الاقل 99%. لا اكيد، لا عم نمزح معك، هيك مزحه صغيره. اكيد قال انه هو معجب بادائك وانه انت اثبتت حالك فيه. اول شيء يعطيكم الف عافيه على المسرحيه. شو حاسس هلا بعد هالتدافع الناس وعم تصوروا معكم ومبسوطين بالعرض؟ اول شيء هذا طبعا كله بفضل الاستاذ ايمان. هاي مسرحيه عمرها سنين، ما انا جديده، عملها مره ومرتين وهي الثالثه، وانا كنت قريب منها لهي المسرحيه. باول مره تساويت بال91 انا كان عمري شيء 6-7 سنين، يعني جيت وحضرتها ومتذكرة لسه الآن بذهني أشياء. وبعدين قربت منها أكتر بال2008 لما رجع وعادة وكان إلي دور صغير فيها وشفته كيف بيتعامل مع الشخصية. عرض سوبر ماركت أنا بالنسبة إلي بحسته من أهم العروض اللي ممكن تنعمل على خشبة المسرح، حكائياً شو عم ينقال على الخشبة، طبيعة الشخصيات. وبحب نوه لفكرة هون إنه هذا النوع هو من أصعب الأنواع اللي ممكن، أو التجارب اللي ممكن يخوضها أي ممثل على الإطلاق. أنت في عندك طاقة حركية فظيعة، في عندك ذهنك لازم يكون حاضر طول الوقت. يعني إذا بنسترجع مع بعض العرض نحن ما عندنا ولا لحظة صمت. حازم اليوم أنت يعني عملت نفس الشخصية اللي عملها والدك قبل، وأنت عم تحضر ما كان عندك تخوف من نوعا ما أنك أنت تعمل تقليد؟ بتصير لانه انتم عم تلعبوا نفس الشخصيه وانت ابنه بالنهايه وفي شبه كبير بيناتكم. رح اقول لك شغله، انا ما كنت عم فكر بطريقه شخصيه طول الوقت. انا اللي كان بيهمني من الموضوع اني انا اقدر اوصل جيوفاني لاحسن شكل ممكن يتقدم للناس ينفهم ويأثر فيهم. فهي المسرحيه عمل جماعي كامل. انا اللي بيهمني انه نحن نطلع بمسرحيه مهمه اكثر من انه انا ينقال عني عم قلد او ما عم قلد. هذا الشيء ما كتير بيهمني، يعني بقدر ما بيهمني اني انا كون عملت اللي علي وقدرنا نقدم المسرحيه صح. هذا حلو هذا الكلام. طيب اليوم حازم، تعاونك مع شركائك، هي الهارموني اللي كانت بيناتكم على المسرح كيف توصفها؟ شلون قدرتوا توصلوا لها؟ قديش ضليتوا يعني بالبروفات؟ انا رح شبه لك الموضوع ببساطه. نحن فيك تقول مثل سفينه هيك رايحين لبر الامان، وطبعا ربان السفينه الاستاذ ايمان هو كان قادر على انه هو يضبطنا ويقدر يعطينا كل خبراته لحتى يقدمنا مثل ما قلت لك بالبدايه باحسن شكل. كذلك زملائي البحاره خلينا نسميهم اللي نحن كنا عم نشتغل سوا كلنا بهي السفينه، انا بحبهم كثير وبوجه لهم تحيه للكل، كل شركائنا بهذا العمل. اليوم حازم اذا بدنا نحكي هيك يعني نستشرف المستقبل ونقول انه مثلا صرنا بعام 2035، بتقترح رد على والدك انه تعملوا مثلا مره جديده؟ بتحبوا هاي الحاله انه خلص هي صارت تعال؟ انا ماني ضد الموضوع. هذا الموضوع بيسعدني وبيزعلني بنفس الوقت. بيسعدني لسبب انه هي تجربة انا كتير قريب منها وفعلا هي خاصة بقلبي وبحبها وبحب انها تنعاد كل سنة، تمام. بس اللي بيزعلني انه نحن من وقت ما انعملت من 91 لليوم هي تقول صوت البسطاء والفقراء وان الوجع لا زال كما هو، يعني وكأنه في اشياء ما تغيرت. يبدو انه الموضوع يعني ما زلنا نحن بمكان ما نعاني. هي المعاناة عم ننقلها على خشبة المسرح اللي هي صوت الناس الضعفاء الفقراء البسطاء، اللي ان شاء الله نكون قدرنا ولو شوي انه نوصل صوتهم. حلو هذا الكلام. طيب حازم، يعني هيك بنهاية لقائنا معك ما بدنا نتعبك، هلا طالع من مسرحية ساعة ونص واكثر،
شو عم تحضر اشياء جديده هلا؟ شو عندك شغلات جديده؟ مسلسل، فيلم؟ رح تكون بالفيلم مع بابا الفيلم الجديد اللي عم يحضره؟ هلا انا ما لنا غنى يعني عن بعض، انا هيك بحس، وطالما هو قدران دائما انه هو يقدم عمل ولا مونتاج فانا بيشرفني ومن واجبي ايضا اني اكون شريك فيه وكون موجود معه، انما بالمكان اللي لازم اكون فيه واللي بقدر اقدم من خلاله شيء جديد. هلا مبدئيا ما في شيء، هلا انا مو يعني منغمسين نحن بالمسرحيه وغرقانين فيها ومستمتعين فيها جدا، وانا حاسس انه هي مسؤوليه كبيره، يعني ما كتير بدنا نستسهل الموضوع، الموضوع اصعب من ما يظهر يعني ربما للعلان. المسرح مو كتير اخذ حقه بالميديا بالاعلام، انما هو يعني شكل الفن الاول يعني. مليون بالمية، وبدنا نتمنى لكم توفيق. أكيد شفنا عرض مميز جدا، نتمنى لكم توفيق بباقي العروض، وبدي أقول لك شكرا كتير حازم، أنت دائما تنورني عبر ليالينا. شكرا لوجودك عبودة، وأنا بحبك، وإن شاء الله هيك بتمنى لكم كل الخير وتضلوا دائما طيبين. الله يخلي لي إياكم.